ثبات جيد، وخاصة إن النهاردة كانت مباراة مش زي أي مباراة، مباراة مالناش يعني مالناش مش محتاجين منها حاجة، مباراة فرقة غانا مش محتاجة منها حاجة، إحنا بنجرب مجموعة من اللعيبة وهم بيجربوا مجموعة من اللعيبة، فيعني تعتبر مباراة مفيدة في ظل المباريات التجريبية اللي إحنا بنعملها. تمام كابتن مجدي، ممكن الإصرار والعزيمة اللي في المباراة لما بتبقى محتاج المباراة بيبقى فيه ضغوط كبيرة جدا، ولما المباراة خلاص انت وصلت كأس عالم الدوافع ما بتبقاش موجودة بلغة كرة القدم. ده اكيد طبعا، يعني النهارده بس هو النهارده يمكن احنا كان عندنا المفروض دافع اكبر من غانا، لان الدافع ان في مجموعه من اللعيبه بتشترك مع منتخب مصر لاول مره، فعايزه تثبت وجودها وعايزه تبين انها قادره على انها تكون احد المجموعه اللي هتوصل كاس العالم او هتخش قائمه كاس العالم، فطبعا من المفترض ان يبدو اكثر من الناس الثانيه، يعني انت واخد بالك؟ طبعا طبعا. فكان يعني دي المفروض النقطه اللي كانت تدينا تفوق في الاداء، لكن ما حصلش يعني الكلام ده ما حصلش، نظرا ما تفهمش بقى لقله خبره المجموعه اللي موجوده، لاول مره يلعبوا مع منتخب مصر بعد فترة، يعني ما تعرفش بقى العوامل النفسية أثرت عليهم، ممكن يعني كل دي حاجات واردة وجائزة في كرة القدم. يعني كابتن مجدي، أنت عارف أنا بحب لعبك شويتين لما بتبقى موجود معايا. أول حاجة عايز أكلم حضرتك فيها إن هو أنت هتبقى رئيس البعثة في كأس العالم ولا لا؟ أنا سامع أستاذ كرم إن شاء كردي، الله إن شاء الله ما هو استاذ كرم كردي قال لي رئيس بس المرة دي خلاص، بس مش كل مرة هيسيبوك، رئيس بس كرم كردي حاجة. مش هيسيبوك، خلي بالك. لا ما تقلقش، لا أنا متساءل ما نوصل بس اللي احنا عايزينه إن شاء الله. ان شاء الله. تاني حاجة عايز اكلم حضرتك فيها، شفت فيديو لحضرتك منتشر على السوشيال ميديا وانت كالعاده ده دمك اعلان خفيف كده يعني. انت ذكي جدا، بتجهز للاعلانات بتديهم افكار صح؟ حاجات خفيفة كده. كابتن مجدي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نجم مصر والنادي الاهلي عضو اتحاد كره القدم، بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن مجدي عبد الغني.